الاخبار كان في المؤتمر الصحفي لرينار ووضح انه حيشارك في بطوله العرب مش بالمنتخب الاساسي، والاسماء اللي موجوده يعني تشكل جيل قادم، وحلو ان المدرب يشوفهم. يعني انت لو تطلع من هالمجموعه كلها بثلاثه اربع لاعبين يخدمون الكره السعوديه بشكل كبير في السنوات القادمه احنا كسبانين. الجميع كان يعني ايجابي مع هذا المؤتمر عدا الاتحاديين، راوا انه لما قال انه مباريات النصر والهلال ستلعب وفي ضغط عليهم بعدين المسابقات، او في كلام انه ما حي الى مش رسمي، بس قالوا انه في هذه الفتره ما حتلعب جوله كامله، حيلعب المؤجلات، والهلال والنصر عليهم ضغط كبير. طبعا في ناس قالوا ايش معنى الهلال والنصر عليهم ضغط كبير، بعدين الاتحادين قالوا احنا ما حنلعب مع الهلال المؤجله وانا عندي الظهيرين الاساسيين رايحين للمنتخب. ابغى تعليق سريع منكم على هالموضوع ابو ركان. طبعا اولا الاختيار كان مع 99 وما فوق، وهذا جيل قادم يعني لعيبه كلهم شباب واحتاج انه يسوي منتخب بديل للقادم ان شاء الله. لكن اللي انا مستغرب انه ذكر قبل كده انه في تنسيق بين الانديه واداره المنتخبات او المنتخب على اللعيبه الذي سوف يشاركوا وان يكونوا غير مؤثرين يعني في المباريات القادمه. انا استغرب اذا كان هناك تنسيق ووافق مدرب الاتحاد ان يتخلى عن ظهيرينه سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي وعنده مباراه مؤجله مهمة ضد النادي الهلال، فإذا كان هيلعبها بدون أظهرة كيف وافق عليها إلا إذا كان عنده بدائل وعنده تكتيك معين ما هو واضح لنا. كذلك الأهلي عنده حارس محمد الربيعي، بس محمد الربيعي الأهلي ما عنده مشاركات فما عنده مشكلة لأنه ما عنده الحارس مصاب، وحارس ياسر المسلم وهذا كان حارس الثاني فما عنده مشكلة. فأنا ما أعتقد أنه خطبة أنه يلعبوا بالصف الثاني للمنتخب كان من أهداف المدرب فيما ذكروا أنه يبغي يريح لعيبة المنتخب تجهيزهم للمرحلة القادمة في تصفيات كأس العالم، وهذا خطوة جيدة لأنه اللعيبة استهلكوا كثير بيلعبوا دوري وبيلعبوا تصفيات وسفر ومباريات قوية دولية، ف فرصة انه اعطيهم راحة استجمعوا للتصفيات القادمة. فالموضوع الان هو المتضرر الوحيد اذا كانت قيمت في هذه المباريات المؤجلة خلال فترة التوقف لبطولة كأس العرب هو نادي الاتحاد، لانه عنده ظهيرين مهمين وهم المفروض انه يطالبوا اذا كان يأجلوا مباراتهم او يوافقوا لهم اللزنامة، والصعبة انه اجلوها لانه الازلامة ضيقة جدا في الموسم القادم.